سرب موقع سام موبايل عبر تقرير نشره بأن شركة سامسونج ستزود هاتفها الجديد جالاكسي نوت 3 نيو، والذي لم تكشف عنه سامسونج رسمياً بعد، بمعالج سداسي نوا أكسينوس 5260، والذي يضم 4 أنوية تعمل بتردد 1.3 جيجا هرتز ونواتين بتردد 1.7 جيجا هرتز، ويدعم تقنية HMP التي تسمح بتفعيل الأنوية الست في نفس الوقت.